صراحة أشكر الموقع الإلكتروني كينيترا ترونسيس على هذه المبادرة الطيبة، وأود أن أقول أن المحكمة الدولية للتحكيم مؤسسة قضائية خاصة تم تأسيسها في إطار قانون التحكيم، وكذلك في إطار الاتفاقية الدولية لنيويورك لسنة 1958 التي بمقتضاها يتم الاعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدولية سواء في إطار التحكيم الفردي أو في إطار التحكيم المؤسساتي. فنحن في هذه المؤسسة القضائية الخاصة نمارس التحكيم في إطار مؤسساتي، والتحكيم كما هو معروف هو نظام قضائي خاص موازي للنظام القضائي الرسمي تم الاعتراف به على المستوى الدولي، المستوى الأمم المتحدة، كذلك تم التقنين دياله من طرف جل التشريعات الدولية. الهدف منه هو تشجيع الاستثمار، الاستفادة من المزايا والخصائص التي يوفرها هذا النظام القضائي الخاص الموازي للنظام القضائي الرسمي، من سرعة من في البت في القضايا، وكذلك من سلاسة، وكذلك من سهولة في تنفيذ الأحكام على المستوى الدولي. فنحن في إطار هذه المؤسسة حاولنا جاهدين تعريف بهذا النظام داخل المغرب وخارج المغرب لإبراز مكانة الدولة المغربية كساحة للتحكيم التجاري الدولي، ونظمنا أول مؤتمر بشراكة مع الاتحاد المحامين العرب بمراكش سنة 2017، وكذلك نظمنا بمؤتمرين خارج المغرب في جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ وكذلك بالغردقة، وكذلك قمنا بتنظيم ندوة حول التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة بحضور السفير المغربي وكذلك بحضور الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقا النقيب عبد اللطيف بوعشرين. وفي المغرب كذلك نظمنا مؤخرا مؤتمر الدار البيضاء للتحكيم باعتبار أن التحكيم ضمانة قانونية وقضائية للاستثمار، كما قمنا كذلك بتنظيم مؤتمرين آخر بجنيف. الهدف من هذا المؤتمر هو الاطلاع على التجارب الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي. فالتحكيم التجاري الدولي أبان عن قدرة قوية في حل جل المنازعات التي تثار بين المستثمرين سواء كانوا أجانب سواء كانوا سواء في إطار المنازعات الدولية أو في إطار المنازعات التجارية الداخلية. فنلاحظ اليوم أننا رسمنا سياسة، وهذه السياسة نتوخى من خلالها يعني التوجه نحو القارة الإفريقية باعتبار أن القارة الإفريقية هي مصدر قوة التجارة العالمية مستقبلا، ولذلك نطمح يعني في إطار شراكة مع منظمة أوهادا للتعريف بالتحكيم على مستوى القارة الإفريقية، وكذلك إبراز مكانة المغرب أنه دولة بها مؤسسات تحكيمية قادرة على حل المنازعات التجارية الدولية سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي، ولما نقول كذلك على المستوى الأوروبي.